أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة نقدم فيها لحضراتكم كالمعتاد أبرز ما تضمنه الشأن المصري لهذا اليوم، أبرز الهموم والقضايا اللي تهمنا جميعا، ونبحث من خلال هذا البرنامج عن إجابات واضحة وشافية لها من خلال ضيوفنا الكرام. هنبدأ بالفقرة الأولى وهي الجزء المخصص للأخبار، ونبدأ بأبرز أحداث اليوم. الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد فجر اليوم الكلية الحربية في إطار حرصه على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية. تفقد سيادته مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية. الرئيس أشاد كذلك بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية للطلبة والجهد للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد في فترة الإعداد بالكلية الحربية. حد أي مستحيل يا بلدي، فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. تزامنا مع دخول الطلبة الجدد للكليات العسكرية، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية. سلام عليك فن. اسمحوا لي ان انا أرحب بالدفعة الجديدة، دفعة طلبة الكليات العسكرية، برحب بيكم في الكلية الحربية، معقل الرجال وحصن من حصون الدولة المصرية، معقل الرجال وحصن من حصون الدولة المصرية. وبالمناسبة ديت أوجه التحية لكل الأسر المصرية اللي أعدت أبنائها وجهزتهم وقدمتهم هنا لمصر عشان يحافظوا عليها ويحموها من كل شر وسوء. أنا عارف إن ده الأسبوع الأول ليكم، وكنت حريص إن أنا أكون موجود معاكم من أول يوم، كنت بتابع الإجراءات كلها خلال الأسابيع والشهور اللي فاتت لغاية لما تم انتخاب أو تم اختياركم إن شاء الله. كلكم زي بعض هنا، وبدايتكم بداية واحدة، مش هقول لك أكتر من اجتهد والتزم وتعلم، توفق إن شاء الله وتبقى مثل جيد جدا وقدوة عظيمة جدا لنفسك ولزمايلك، وبعد كده ان شاء الله لما تتخرج. مش هوصيكم ان انتم تحترموا بعض، تحترموا بعض كويس. عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق ابدا، بالعكس القوة الحقيقية في ضبط النفس وحسن الخلق والتعامل الجيد والكفاءة، كفاءتك كإنسان على أي مستوى أنت موجود فيه، سواء كنت طالب أو ضابط صغير أو ضابط كبير. حتى مش هطول عليكم عشان النهاردة يوم إن شاء الله يعني هنلتقي بأنشطة كتير ليكم إن شاء الله، لكن خلال الفترات القادمة بأمر الله سبحانه وتعالى هيكون ليا معاكم لقاءات كثيرة نتكلم واسمعكم وتسمعوني. وعايز اقول لكم على حاجة
من النهاردة، من أول يوم أنت موجود فيه، اتعلم أنك تفكر كويس وتتكلم. بس قبل ما تتكلم لازم تفكر كويس عشان تشوف أنت الكلام اللي بتتكلمه ده كلام مظبوط ولا مش مظبوط. لكن لازم تتعلم أنك تتكلم وتناقش بعد ما تفكر كويس. كل سنة وانتم طيبين جميعا بمناسبة العام الجديد، وإن شاء الله يبقى عام سعيد علينا كلنا، على مصر وعلى الدنيا كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الزيارة جاءت في إطار حرص السيد الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد سيادته مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية. كما أشاد السيد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالبا سيادته إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب. سيادتك يا فندم، ان الكليه الحربيه هتفضل زي ما هي يا فندم مثال للانضباط العسكري ومنبع يا فندم للعلم، وان شاء الله يا فندم نتميز ونفضل دايما مهد يا فندم للعسكريه المحترمه والمنضبطه. نشكر سيادتك يا فندم ان سيادتك بترفع روحنا المعنويه بزيارات سيادتك الدايمه لينا. شكرا يا فندم. نستاذن سيادتك يا فندم لو ممكن توضح لنا تداعيات زياره سيادتك الاخيره لدوله فرنسا. خلينا أقولك العلاقة بيننا وبين فرنسا علاقة استراتيجية، وفي تفاهم وتنسيق من أجل تحقيق الاستقرار في منطقتنا. منطقتنا يعني منطقة المتوسط، منطقة الشرق الأوسط، الأوضاع في دول المنطقة زي ليبيا وسوريا ولبنان. الزيارة كان لها أنشطة كثيرة جدا، منها تبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يخص الأزمات اللي موجودة في المنطقة. ده شكل. الشكل الثاني هو التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثمارات اللي ممكن تبقى موجودة للمستثمرين الفرنسيين في مصر، برضو ده شكل تاني. تعاون في مجال التعليم والثقافة. التعليم والثقافة يعني ايه؟ يعني الجامعات الفرنسية تستقبل طلبة من مصر قد ايه، ثم الجامعة الفرنسية في مصر وإمكانية تطويرها قد ايه، او نطورها ازاي اكتر من الوضع اللي احنا قائمين به في الفعل. ثم على المستوى الثقافي اللي هو الأنشطة الثقافية المختلفة اللي ممكن تتعمل. وطبعا انا عايز اقول لكم ان انا ما قابلتش حد
إلا ما كان مهتم بالحضارة المصرية والآثار المصرية والمتحف المصري الكبير. كل الناس عايزة تحضر افتتاح هذا المتحف. ثم طبعا كان في شكل آخر أو نهائي يعني هو التعاون العسكري والأمني. ده يعني باختصار شديد الزيارة، وطبعا ده في إطار أن مصر دايما منفتحة على الدول الكبرى وبتقيم علاقات متوازنة، تتسم بالاعتدال، بعيد عن الاستقطاب وبعيد عن المحاور. وده للسياسة المصرية خلال السنوات اللي فاتت وحتى الآن بتتسم بيها، هو الانفتاح على الجميع، إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، التعاون والتنسيق مع الجميع من أجل البناء والتنمية والتعمير. وأتصور أن احنا يعني الحمد لله ابتدت دول كتير تتفهم أن احنا بندير سياسة تتسم بكتير من العقل والتوازن، ودايما بتسعى إلى الاستقرار والأمن والسلام بعيدا عن التجاذبات والعنف وال يعني والصراع، أو نكون سبب في عدم استقرار. على كل حال عايزين نسمع فندم مواجهة خطر كورونا الدولة المصرية بتواجهه. احنا تعاملنا في الموضوع بتاع الجائحة أدرنا الأزمة بشكل علمي وبشكل متزن بعيد عن الانفعال. تعاملنا باعتدال وبتوازن، عملنا إجراءات احترازية، عملنا إجراءات في المستشفيات بتاعة العزل والحميات، عملنا وعي كبير لدى بوسائل الإعلام، واستنفرنا أجهزة الدولة سواء كانت وزارة الصحة أو حتى أجهزة الأمن لما عشان تزبط وتسيطر على الموقف في الشارع ما أمكن. يعني طبعا وصل امبارح أول مجموعة أو شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات، ودي هدية، وهنا فرصة ان احنا نوجه لهم الشكر والتقدير على المستوى المتميز اللي بيحكم علاقتنا مع اشقائنا في دول الخليج. وطبعا الامارات دايما بتبقى حريصة على ان هي لما يكون في فرصة عندها انها تقدم شيء بتقدم. كل سنة وانتم طيبين. خلونا نفهم أكثر عن أهمية زيارات السيد الرئيس إلى الكلية الحربية وإلى ضباط ورجال القوات المسلحة في المستقبل من اللواء نصر سالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أنا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. كيف سيادة اللواء؟ يعني زيارة رئيس الجمهورية إلى الكلية الحربية أو الكليات العسكرية وبشكل ربما بوتيرة منتظمة، كيف تسهم في صقل هؤلاء إلى جانب ما يتلقونه من علوم عسكرية وغير عسكرية داخل أروقة الكليات العسكرية المصرية؟ طبعا زيارة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للكلية الحربية مش هي دي الأولى، ولكن هي زيارات متكررة سواء كانت لكلية الكلية الحربية أو كلية الشرطة. هذه الزيارة أولا لها أهداف كثيرة. الهدف رقم واحد اللي هو إعطاء المثل والقدوة، أدي أعلى سلطة في البلد رئيس الجمهورية بيقوم شوف الناس بتصحى الفجر من قبل الفجر وهو موجود طلبة الكلية الحربية، بيحضر معاهم الطابور الأول طابور اللياقة زي ما احنا شايفين، وبعد كده بيتناول معاهم طعام الإفطار ويقعد يناقشهم. المناقشة هنا خلي بالنا بترجع إلى أهمية هذا العنصر اللي احنا بنعده. نعم. طلبة الكليات العسكرية دول اللي هم بكرة إن شاء الله قادة الغد، هم دول الضباط اللي يقودوا الوحدات في الدفاع عن مصر، عن وطنهم، توفير الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الغالية، ومش مصر أرض مصر بس، لكل دولنا العربية. وبالتالي مهم جدا بناؤه من دلوقتي ثقافيا وسياسيا مش بس عسكريا، هناك من يتولى بناءه بدنيا وعسكريا ونفسيا، انما ثقافته وان يعلم لماذا هو هنا في هذا المكان
الراجل ده بعد كده هيبقى مطلوب منه في لحظه من اللحظات انه بيضحي بحياته دون ان يفكر لكي يحمي ذره تراب من ترابنا الوطني، او نعم. لكي يمنع اي خطر عن ضفر اي انسان مصري. فان لم يكن لديه قناعه كامله بمهمته دي والهدف منها، مش هيجي فجاه يقول له روح ضحي بحياتك عشان تحمي ترابك او تحمي اهلك يروح يضحي. لا، ده من دلوقتي بنبنيه، نقول لبنه بنبنيه امام بناء كامل عسكريا وسياسيا وفكريا وذهنيا ونفسيا. كل الكلام ده النهارده بيشوف ادي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى، لا ده بيحرص ان هو يبقى متواجد في وسطهم اولا كمثل وقدوه للنشاط والحيويه والاهتمام، ثم الاجابه على كل التساؤلات. مش عيب، احنا يا ريت لو كل النهارده مدير في ادارته او موظف كبير وله مسؤولين ناظر في مدرسته ومدير في كليته بيقعد مع الناس بالشكل ده ويديهم المعلومات اللي هي لا تقبل نقول شك او تقبل يكون في هناك شائعات مغرضه. احنا عايزين كده لما بنبني اولادنا، اللبنه الاولى بتبنيها في البيت، بعد كده في المدرسه، في الكليه، يطلع يواجه المجتمع بالشكل اللي يبقى قادر فيه على تحقيق اهداف بلده. هو ده اللي بيعمله رئيس الجمهوريه وبيعطي بيه المثل. وانا نفسي بقول لكل رئيس ولكل مدير في كل مكان، يا ريتك كده ان شاء الله كل اسبوع تدي لواء من وقتك للناس بتوعك لرجالتك، وتقعد تتكلم معاهم زي ما رئيس الجمهوريه كده بيتكلم مع الناس عشان الناس تفهم ونعرف ان كلنا لينا قضيه واحده، مش كل واحد مشتت في اتجاه. يعني بنشوف ادق الاسئله اللي على السنه وفي ذهن هؤلاء الطلبه بهذا السن الحديث، ده رئيس الجمهوريه نفسه اللي بيجاوب عليهم عشان يبقوا مطمئنين وعارفين بناء سياسي عسكري بدني نفسي. هو ده المقاتل اللي بنعده عشان يكون عارف لماذا هو في هذا المكان وايه اللي مطلوب منه في المستقبل. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، شكرا جزيلا لحضرتك. الرئيس أكد على ثوابت السياسة المصرية في دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق المصالح العراقية ويساعد العراق على تجاوز كافة التحديات ويحافظ على أمنه واستقراره. كل هذا جاء في لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي على رأس وفد رفيع المستوى من العراق في زيارة إلى مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، وذلك على رأس وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، وبحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين المصريين نظراء الوفد الوزاري العراقي. اسمحوا لنا نرحب بكم أهلا وسهلا، سواء كان الوفد أشقائنا الوفد العراقي المصري أو دولة الرئيس والوفد المصري، اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وخلينا ارحب بيكم واقول لكم انتم بلدكم الثاني مصر، واحنا يعني زي ما اكدنا في لقاءاتنا مع لقاء الثلاثي مع جلاله الملك ودوله الرئيس مصطفى الكاظمي على التعاون الى اقصى مدى من اجل البناء والتنميه والتعمير. فاحنا التقينا كمان على مستوى اللجنة المشتركة وتحدثنا كثيرا، ويبقى العمل التنفيذي يعني. واحنا يعني مادام اتفقنا على موضوع ان شاء الله بنسعى جاهدين ان احنا ننفذه بكل ما تعني هذه الكلمة. من جانبنا احنا في مصر، انا عايز اقول لكم ايه، احنا لينا تجربة قاسية جدا، تجربة قاسية في ظل الظروف انتوا شفتوها، بدأت في 2011 وموقف داخلي كان صعب وإرهاب وحاجات أخرى كثيرة أظن العراق برضو عانى منها خلال السنوات الماضية. لكن عايز أقول لكم إن احنا وإحنا خلال المرحلة دي وما زلنا كان في حربنا ضد الإرهاب ما حاربناش وتوقف العمل،
بالعكس كان العمل بيتم بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، ومعدلات التنفيذ ومعدلات الأداء اللي الدولة المصرية كانت بتحاول تنفذها كانت دايما مفهومة على ان احنا ده حرب اخرى، حرب موازية، حرب للمستقبل، للتنمية، للبناء، لان الارهاب هدفه هدم البلد وتخريب البلد. فلو احنا وجهنا جهدنا كله لهم وسبنا البلد، البلد فيها 100 مليون، في ناس عايزة تعيش، والبلد كل يوم لها مطالب. ولو وقف عملية التخطيط وتنفيذ التخطيط اللي احنا بنقوله توقف يوم، يبقى البلد بتتأخر. احنا بنتكلم على مصر، دي التجربة اللي احنا شفناها، انك انت كل ما يكون عندك تحديات التحدي ده لازم تواجهه ببناء اكتر، بجهد اكبر، لان التحدي اساسا معرقل. انا بقول دي تجربة مصر. وبالتالي احنا في اي مجال من المجالات اللي ممكن نتكلم فيها، في الطاقة كان عندنا تحدي ضخم، كان عندنا مشكلة كهرباء بقالها 10 سنين دكتور شاكر، 10 سنين، وتقال ان المشكلة دي صعبة وزي ما بيتقال يعني. لا مفيش مشكلة صعبة قدام إرادة دولة ورجال مخلصين. أي مشكلة تخلص هنفضل ورا منها لغاية لما نحلها. كان الكلام ده خلال سنتين بالكتير بقى تاريخ، وعندنا طاقة يمكن ضعف الطاقة اللي كانت موجودة قبل الأزمة، سواء الكهرباء ولا الغاز ولا، أنا بتكلم على الطاقة بس، ثم بقية الموضوعات الأخرى. فاللي أنا عايز أقوله يعني نحن جادين ومخلصين، جادين معكم ومخلصين معكم في التعاون من أجل البناء، من أجل شعوبنا، ولا يبقى إلا نحن نبدأ العمل يعني. برحب بيكم أهلا وسهلا، وكل عام وانتم طيبين. في خبر الحقيقة يثلج الصدور ويطمننا جميعا يعني على مستقبلنا وعلى صحتنا وصحة أولادنا، وده أمر هام للغاية. الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال تأكيد للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الرئيس أمر بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة ميرا بعد مناشدة من ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة. المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ومستشار وزيرة الصحة أكد أن الطفلة من محافظة الغربية، عمرها 8 شهور وبتعاني من ثقب بين الأذينين والبطينين ليها لقلبها طبعا، وأشار إلى أن الوزيرة تتابع تطورات الحالة الصحية لهذه الطفلة وما سيتم تقديمه لها من خدمات، وأكد على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للطفلة ميرا، وإن شاء الله تقوم بألف سلامة ويطمن أهلها وذويها عليها، ويعني نشهد جميعا إن شاء الله وهي بتكبر في صحة وأمان. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس جلسة مباحثات ثلاثية ختامية بحضور الوفود الوزارية من مصر والعراق والأردن، واستهلها بالتأكيد على حرص مصر على دفع آفاق التعاون في إطار الآلية الثلاثية وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن. رئيس الوزراء كان دعا إلى ضرورة القيام بكل الجهود الممكنة لدفع العمل المشترك وتفعيل أوجه التعاون بين مصر والعراق، وذلك في جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم في القاهرة بين مصر والعراق، وبحضور وفد عراق يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط في العراق، وذلك في إطار أيضا استكمال ما تم التوصل إليه في الأشهر الماضية بعد الزيارة الناجحة اللي قام بها رئيس الوزراء ووفد وزاري مصري إلى العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. في ختام جلسة المباحثات تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الزراعة وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والعمل الإحصائي والتعاون الدولي والإقليمي. أكد وزير النقل كامل الوزير أنه في مجال التعاون بين مصر والأردن والعراق تم بحث موضوع تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين الدول الثلاثة، سواء ذلك من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة، أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة فيما بينها وبين شركة الجسر العربي للملاحة. الهدف هو الوصول إلى منظومة
نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاثة بتذكرة موحدة. تصريحات الوزير طبعا كانت على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها 75 وبحضور وزراء النقل في مصر والعراق والأردن. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن القوات المسلحة المصرية بجميع أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. تأكيدات الوزير جاءت خلال لقائه بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وبحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي تأكيدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية. وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثاني الميداني أكد خلالها على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء مع الالتزام بتنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخططة. واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية، ثم نقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضها رجال الجيش الثاني الميداني ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته. وأشار القائد العام للقوات المسلحة أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصري نحو التطلع لمستقبل أفضل، كما أشاد سيادته بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة، مؤكدا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء. وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار. كلنا تابعنا لقطات كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في هذا التوقيت بالذات، كانت خاصة بوصول أولى شحنات اللقاح الخاص بفيروس كورونا إلى مصر، أول إنتاج عالمي من هذا اللقاح يصل إلى أرض مصر من خلال شحنة من سينوفارم الصينية اللي وصلت لمطار القاهرة الدولي، وكان طبعا موجود في استقبال قيادات وزارة الصحة على رأسهم وزيرة الصحة هالة زايد اللي عقدت مؤتمر صحفي شرحت فيه كتير، لكن كان يمكن أهم نقطة في الموضوع هي فكرة توفير اللقاح بالمجان، وكانت أيضا فكرة الأولويات في إعطاء هذا اللقاح للمصريين، وطبعا هناك فئات يعني يجب أن تسبق أخرى في هذا الإطار لظروف إما ظروف وطبيعة العمل ذات الطواقم الطبية المعرضة طول الوقت للتعرض للإصابة، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم أكثر هشاشة في مواجهة الفيروس إن أصيبوا به لا قدر الله. لكن الحقيقة كان في نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع وهذا الحدث هو دور الإمارات بين قوسين في وصول هذه الشحنة. المسألة كانت هدية من دولة الإمارات للشعب المصري، لما تكون هدية بهذه القيمة في هذا التوقيت في هذا الظرف العالمي العام، فالمسألة هناك يعني لها أبعاد كثيرة جدا جدا، وأبعاد الحقيقة أكبر بكتير من لقاح ومن فيروس ومن تعاون بين دولتين شقيقتين. خلونا الأول نتابع هذا التقرير وبعده نفتح حديث سريع ومباشر عن هذا الموضوع.
قادمة من دولة الإمارات الشقيقة، استقبلت وزارة الصحة المصرية أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سنوفاروم الصينية بمطار القاهرة الدولي. الشحنة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري، وتعد تجسيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين. وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد وعقب استلام الشحنة أكدت أن العلاقات المصرية الإماراتية شكلت نموذجا متميزا للعلاقات العربية الاستراتيجية التي تعود لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين. وأشارت زايد إلى أن مصر والإمارات تعملان ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية الراسخة، إيمانا منهما بأن تكامل الجهود وتضافرها هو سبيل للخروج للمنطقة من أزماتها، إضافة إلى توجههما الثابت ضد المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومستقبل دولها. كما أكدت أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري ووضع أزمة فيروس كورونا على الأجندة الرئاسية. وأضافت أن مصر شهدت يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها، خاصة شعوب مصر والصين والإمارات، لافتة إلى أن تلك اللقاحات هي التي تم إجراء التجارب السريرية عليها. كما أشارت وزيرة الصحة إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات للحصول على المزيد من اللقاحات. اللقاح سيعطى على جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما، وذلك بشكل أساسي للأطقم الطبية التي تواجه الفيروس في مستشفيات العزل والحميات والصدرية، وكذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة. نقدر نقول ان مسألة وصول هذه الشحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا لمصر كهدية من الإمارات هي قمة لجبل كبير وقديم وممتد وطويل من تراكم العلاقات الطيبة بين مصر والإمارات. لكن خلونا نسأل الطرف الإماراتي عن هذا الموضوع. أتوجه بالسؤال إلى السيد محمد يوسف الكاتب الصحفي من أبو ظبي. سيد محمد أهلا وسهلا بحضرتك أولا في ميناء القاهرة. أستاذ محمد، هبدأ من كلمة أو جملة قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صباح اليوم في الكلية الحربية بمصر. الرئيس قال إنه الإمارات العربية المتحدة يعني وخصها تحديدا دائما ما تكون حريصة على تقديم أي شيء لمصر أو أي مساعدة لمصر إن كانت قادرة على ذلك، ولدينا الآن في مسألة لقاح كورونا نموذج في هذا الإطار. لكن الإمارات كيف تصنف هذا النوع من العلاقات بينها وبين مصر؟ أين تضع مصر في أولويات علاقاتها الخارجية سواء في المنطقة أو على مستوى العالم كله حتى؟ نعم، تحياتي لك. شكرا. طبعا دولة الإمارات تضع مصر في مقدمة الدول الشقيقة التي يعني تعتبرها عمقها الاستراتيجي في هذه يعني المنطقة، ونحن إن كنا نقدم شيئا لمصر فهذا وكأننا نقدمه لأنفسنا. اللقاح الذي نتحدث عنه نزل إلى مستشفيات دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية ويصل إلى مصر اليوم، لأننا ننظر إلى مصر المتعافية القوية نظرة خاصة، ونريد لها ما نريده لأنفسنا، وهذه نظرة قيادتنا وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد الذي حتى في الاحتياجات التي احتاجتها الدول الشقيقة والدول الصديقة خلال انتشار وباء كورونا لم يقصر في إيصالها إلى أقصى العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. أما
الأصدقاء الأشقاء مثل مصر، فهذه مسألة خاصة جدا، لأننا نحن نؤسس منذ عهد صاحب سمو طيب الله سراه الشيخ زايد، ومن بعد الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، نرسخ علاقة تكاملية مع مصر. نعم. في كل الأوقات، وكما قال الرئيس السيسي اليوم أننا أن دولة الإمارات لا تقصر أبدا تجاه مصر. طيب سيد محمد، يعني حتى على مستوى الاقتصاد بنجد أن الإمارات بتحتل المركز الأول عربيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، استثمارات بتتجاوز 6 مليار في عام 2019 على سبيل المثال، تبادل تجاري قوي، علاقات اقتصادية. هل نستطيع أن نقول أن الدولتين وصلتا إلى مرحلة التوأمة رغم اختلاف كبير في مقدرات الدولتين، ربما سكانيا هناك اختلافات، حتى ربما المشاكل التي تواجه كل دولة منهما يعني تختلف كثيرا عن الأخرى بطبيعة الحال ولأسباب أخرى بعضها حتى تاريخي، لكن هل نستطيع أن نقول أن مصر والإمارات وصلتا إلى مرحلة التوأمة؟ وكيف أيضا نفهم هذا في إطار الهلال أو المثلث المصري السعودي الإماراتي؟ نعم بلا شك، ما دامت شوف ما دام يعني أبناء زايد موجودين فمصر يعني نحن نحس بأن مصر بخير. إمكانيات دولة الإمارات، وهذا ما رأيناه بعد عام 2013 وبعد إزاحة الإخوان من الحكم في مصر، رأينا كيف تقف مصر، تقف دولة الإمارات مع مصر التي نريدها أن تعود، أن تعود قائدة لهذه الأمة و مسيرة لكل أنشطتها. لهذا يعني العلاقة التكاملية التي القائمة بين دولة الإمارات ومصر لا تخضع للتركيبة السكانية أو غيرها من المشاكل الخاصة. كل ما تستطيع دولة الإمارات أن تقدم لمصر فيقدم لمصر، وكل ما تستطيع مصر أن تقدمه للإمارات فتقدمه في المستقبل بإذن الله. لهذا نحن نرى بأن يعني تحالفنا كإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وإن شاء الله هناك دول عربية أخرى أيضا موجودة وستنضم إلى هذا التحالف. هذا التحالف هو الذي أنقذ الأمة كلها من بعد ما حدث في 2011 وحتى 2013، وبإذن الله سيكون هذا التحالف في الفترة القادمة أقوى مما كان عليه. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي من أبوظبي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤية وهذا الرأي.